أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، نحييكم أجمل تحية صباحية من هنا من موقع الأصالة والتراث، من ميدان الهجن العربية الأصيلة بمنطقة السوان بإمارة رأس الخيمة، حيث ننقل لكم وقايع سباق صباح هذا اليوم ضمن توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وتوجيهات أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وهنا تأتي التوجيهات والحضور السامي من الصباح الباكر من سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة حفظه الله ورعاه من كل شر وكل مكروه. أيضا كل الشكر لسيدي ولي العهد الأمين سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي الذي دائما لا يألو جهدا باهتمامه لهذه الانطلاقات الجميلة في ميدان السوان. ينطلق بحفظ الله ورعايته شوطنا الأول الذي خصص أيضا في هذا الصباح لسن الحجايج هنا لأصحاب السمو الشيوخ أيضا وجائزة هذا الشوط. هنا سيارة مقدمة من السيد عبد الله بن قيطه العامري شكرا، وأيضا لا يفوتني أن أرحب أجمل ترحيب صباحي معطر بالتراث وبدهن العود والورد بسيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة، حيث يرعى برعايته الكريمة هذه الانطلاقات الصباحية هنا في ميدان السوان. مرحبا يا أبو محمد، مرحبا يا أبو محمد ترحيبة المطر، مرحبا مرحبا، وهذا ما تعهدنا منكم يا سيدي، هذا ما عهدنا منكم يا سيدي بتوجيهاتكم وحضوركم المتميزة. نسير إلى المقدمة، نسير إلى المركز الأول، وأرى اللي في المركز الأول هنا أنخلي المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم أحد شبابنا المضمرين علي بن هزيم المسافري متواجد مع أنخلي، نتمنى لها التوفيق. ننتقل مباشرة أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء متابعين عبر أبوظبي الرياضية وعبر إذاعة رأس الخيمة هنا الشاهنية لسمو الشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان هنا، والمضمر أيضا خليفة بن بيات بن حمد الرميثي. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، المركز الثالث اللي تدخلت في هذه اللحظات اللي تحمل رقم 34 هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري. النقل التالية على المركز الرابع، المركز الرابع التدخل القوي هنا من الشمالية لسمو الشيخ سعود بن فيصل بن سلطان القاسمي مع عبد الله بن سعيد بن حسين الخاطري. ننتقل إلى المركز الخامس اللي غيرت وخذت المركز الرابع في هذه اللحظات، هذه المسك، المسك لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني مع سالم بن عامر بن راشد المدهوشي ضيفتنا العزيزة من ميدان الشحانية، ضيفتنا العزيزة من دولة قطر الشقيقة. فمرحبا بكل الأشقاء وبكل الأصدقاء من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الميدان، الميدان المتميز، الميدان ذو التقنية العالية هنا في هذا الميدان، ميدان السوان الجميل. هنا نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، ضيفتنا غيرت الضيفة، ضيفة الميدان غيرت النتيجة، تبغي تنتزع السيارة، تبغي تنتزع الناموس، تبغي تنتزع الزعفران في هذا الصباح الباكر في الشوط الأول الرئيسي، شوط الإبكار. غيرت
تغيرت، غيرت المسك، المسك وهي إلى المسك، المسك الملكية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني مع سالم بن عامر المدهوشي. وهذا الشعار، الشعار الغرافي، الشعار المتميز دائما وأبدا، الشعار المعروف في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. الله 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 الله، يا سلام، الشعار الغرافي أيضا يسيطر على الموقف، سيطرت على الموقف هذه اللي في المقدمة. النقلة الثانية للنخلي، النخلي لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري. ولكن هنا التدخل في هذه اللحظات اللي غيرت وخذت المركز الثالث، اللي خذت المركز الثالث وتبقي لها مراقبة هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري. ولكن الشعار الغرافي 500 متر، ضيفتنا، ضيفتنا من قطر، ضيفتنا من الشحانية، ضيفتنا من ميدان التحدي، ضيفتنا هذه ضيفة العزيزة تنتزع المركز الأول وتغادر. هل تعبر السيارة، تعبر الحدود الإماراتية إلى دولة قطر، أم تبقى هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ ولكن خلاص، جود مورنينج قطر، جود مورنينج الدوحة، جود مورنينج الغرافة، جود مورنينج لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني. وصباح الخير، ناموس سلام، سلام يا الغرافة، سلام على هذا الفوز وهذا الإنجاز للمسك. تهانينا لسالم بن عامر المدهوشي المركز الثاني. وصلت اللي خذت المركز الثاني أيضا، انخلي لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المركز الثالث، المركز الثالث أيضا انخلي لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. والمركز الرابع، المركز الرابع أيضا انخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. والمركز الخامس، المركز الخامس كان من نصيب هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد. وهذه الإعادة والتوقيت، التوقيت لي أيضا اللي حصلت على المركز الأول، 6 دقائق ثانيتين 13 جزء من الثانية، هو توقيت أيضا المسك. سلام يا قطر، سلام، وتهانينا والناموس على هذا الفوز، وتهانينا أيضا لسالم المدهوشي المركز الثاني. انخلي قدمت عرض ممتاز، 6 دقائق 5 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ولعلي بن هزيم المسافري. أيضا المركز الثالث أيضا لسمو انخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، 6 دقائق 6 ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا أيضا لبو راشد، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا لعلي بن هزيم المسافري. هكذا أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء، متابعينا عبر أبو ظبي الرياضية، سيدة القنوات الرياضية الناقلة الحصرية.